السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية مبروك لنادى أهلي، ولو إنها ما ينفعش يتقال مبروك يعني، لكن العودة في هذه الظروف بنقطة من السودان أمر إلى حد ما جيد، على الرغم من أن الأهلي فرط في فوز ممكن يكون سهل بعض الشيء، لكن بعض اللعيبة بتاعت النادي الأهلي كانوا في الدي أوف يعني بتاعهم، ما كانوش في الفورمة، لكن الحكم مباراة أيضا كان دون المستوى من وجهة نظري، تدخلات قوية على لاعبي النادي الاهلي، يعني كان ردود افعاله حتى انذاراته كانت لعبات تستحق، تدخل مع محمد عبد المنعم، تدخل مع السوليه، فاولات المفروض تتحسب لكن ما بيحسبهاش. حكم يعني مستواه متوسط لهذه المباراه، مباراه في المجمل النادي الاهلي لو كان شويه حماس وكان في شويه جراه شويه مغامره من بيت موسيماني كنا ممكن نطلع نرجع بالثلاث نقاط، لكن لما لها من ظروف قبل المباراة وتصريحات غريبة من مسؤولين نادي الهلال، فالتعادل شيء جيد، وأنا ما كانش عندي ذرة شك إن لاعبتنا هيرجعوا زي الفل من السودان بلدنا إخواتنا، لكن هي التصريحات غير المسؤولة من المسؤولين هي اللي سببت هذه الأزمة، لكن الشعب السوداني الغالبية العظمى منه شعب محترم، شعب هادي، شعب في ألفة بيننا وبين إخواتنا يعني. لكن قبل ما اتكلم بقى عن بعض الاخبار عايز اعلق عن موضوع استوقفني شوية. عروس الإسماعيلية مشكلة حصلت اثناء الزفاف، فالعريس مع اهل العروسة اتخانقوا، واخته اتخانقت مع العروسة، حصل اللي حصل ده، اتخانقوا خناق، عملت محضر وكلام من هذا القبيل، العروسة اتنزلت عن المحضر ورجعت مع جوزها لبيت جوزها. يعني ده في حاجة يا جماعة، دايما بنقول الصلح خير، لكن لا، المجلس القومي للمرأة مش عاجبها، رئيسة المجلس القومي للمرأة مش عاجبها، لا 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 لازم أعمل فورتينا، إزاي أنت المرة دي رجعتي له؟ ناسي لازم نجيب الشبشب له، أنت المرة دي رجعتي له بكرة يا أختي يقتلك، مش هنستعجب لما يخبطك سكينة، مش هنستغرب لما يقولوا ده قتلها، لا 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 يتهور عليكي ويقتل، لا 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 لا، إيه يا جماعة أنتوا عايزين جنازة شبهها فيها لطمة ولا إيه؟ والمجلس القومي لما تجي لك يا ست بيعمل، لكن واحد ناس اتصلحت بكامل الاراده راحت لبيت جوزها. قال انتوا بتزعلوا ليه؟ انتوا عايزين خراب البيوت يعني؟ هو انتوا عايشين على خراب البيوت يعني؟ واحده قبل كده كانت تطلع لما المدرسه رقصت تقول الراجل مش راجل عشان يسند، ابقى راجل لما واحد زوجته ترقص وتحكها مع زميلها في البتاع كده بقى راجل، وتهاجموا الراجل عشان اتخذ موقف. المره دي حصلت مشكله وخناقه وبتاع والامور اتصافوا وتراضوا، هم احرار، انت مالك؟ انت زعلانه ليه؟ اخوها راضي وابوها راضي، مالك انت ومالنا يا قاضي؟ اشعه المهم كاتبه ايه؟ يا راجل الرجال لا يضربن النساء، يا راجل تضرب مراتك وهي فستان الفرح، يا راجل ما تضربها فيش، عايز يكون واحد بيسخن. يا عروسه انت عملتي صلح، بس افتكر الصلح مش خير خالص في حالتك. مش مستغرب، مش هستغرب ابدا انه يتهور عليك ويقتلك او يضربك قدام ولادك في الشارع تاني وانت معاكي الولاد، ان غياب التربيه والاحترام والمروءه هي بداية انهيار الأسرة. والله الأسر ما انهارت ولا باظت غير لما انتوا المجالس، كثرة المجالس دي اللي طلعت، أقسم بالله من كثرة المجالس والأسر باظت والطلاق زاد وكلام أي كلام وتحريض ستات، والستات بقت بتشوف حاجات بعيدة عن العقل والمنطق وتصرفوا، بقى فيه جراءة، بقى فيه سيبوا الناس تعيش، سيبوا الناس تعيش، سيبوا، ما انت صعبان عليكم الناس تعيش. حد يعمل لي احصائيه يا جماعه، النبي حد يشوف لي الجماعه بتوع مجلس القومي كم واحده فيهم متجوزه وكم واحده فيهم مطلقه، يعني انا ما اعرفش، لكن انا عايز يسيبوا الناس تعيش. لما يجي لما تجي لي كست بيقول لي اللي انت عايزاه، لكن انت صعبان عليك انها تصطلح وتروح بين جوزها يعني؟ يا راجل لا لا، الصلح بحالتك مش لا، خليهم يولعوا في بعض، بتحرضيه على ايه؟ انا مستغرب والله. يا اتحمقي قوي على واحده بتاكل من الشارع، مش انت مرأة زيك؟ واحده في مرأة معيله، في ستات معيله مش لاقي لها سكن، اتحمقي عليها، لكن دي اتصلحت وراحت وخلاص، ايه المشكله؟ ما ياما في البيوت بيحصل يعني، لكن صعبان لا، افتكر ان مش حالتك الصلح خير، والنبي تدوروا على الناس اللي عايشين في العشش، الستات المراه اللي بتعول اولادها، اسالوا عليهم بتوع مجلس حقوق المراه، لكن انتوا سيبوا الناس لا حول ولا قوه.
يلا يا حبيبي يلا. الناس عايزه خرابها، عايزين جنازه يشبعوا فيها لطم يعني. الفيفا اللي المنتخب الاتحاد المصري زي حضراتكم يعني كان تقدم بطلب بعد اعلان الفيفا مواعيد مباراه مصر والسنغال يوم 25 ويوم 28، قلنا في فرق يومين ده مش شويه جدا يعني ما ينفعش، وقلت اتحاد مصر هتقدم طلب. بالفعل الاتحاد المصري قدم طلب للفيفا لتاجيل المباراه من يوم 28 ليوم 29. بالفعل الفيفا وافق على تاجيل هذه المباراه. المباراه هتكون يوم 25 ذهاب في مصر ان شاء الله الساعه 7:30، مباراه العوده هتكون في السنغال يوم 29 مارس الساعه 5 مساء بتوقيت القاهره. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي بعد المباراه اتكلم عن مباراه الهلال، كانت مهمه بالنسبه لنا في افتتاحيه المجموعات في ظل الاجواء ودرجه الحراره، النتيجه الى حد ما مقبوله وهنركز خلاص اغلقنا مباراه الهلال وهنركز في مباراه مصر المقاصه وصن داونز الفتره اللي جايه. واتكلم عن لعيبه النادي الاهلي، قال لك التحكيم النهارده يعني لو في فار، واستغرب زينا كلنا عن عدم وجود الفار في دور المجموعات، الفار بيحقق عدالة. النهاردة قالك لو الفار موجود كان في لاعب الهلال على الأقل خد طرد بسبب الكدمة والاشتراك القوي والالتحام القوي والكوع اللي كان في رأس اللاعب محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم دكتور أحمد أبو عبلة طمنا على حالته، قال إن حالته يعني مش باين فيها ارتجاج في المخ، لكن هيطمن عليه خلال الست ساعات اللي ما بعد المباراة لحين العودة إلى القاهرة، وإن شاء الله بخير. ايضا عمرو السليه اصاب في كره مشتركه، اصيب بكدمه، لكن الامور ان شاء الله كلها على ما يرام. ايضا الاتحاد الافريقي لكره القدم وافق على طلب النادي الاهلي بلعب مباراه النادي الاهلي وصن داونز الساعه 9 مساء على ملعب استاد القاهره. طبعا انتوا عارفين النادي الاهلي كان محدد مبارياته هيلعب على استاد الاهلي والسلام. مع طلب نادي المريخ السوداني الشقيق النادي الاهلي وافق على طلبات نادي المريخ واستضافه مباريات المريخ في دوري ابطال افريقيا، فبالتالي مباراه صن داونز او المريخ والهلال هتكون في نفس الموعد. المريخ والهلال هتكون في نفس الموعد مباراه النادي الاهلي، او كانت هتتلعب على نفس الاستاد يوم 26، نفس الموعد يوم 26، بس كان هيلعبوا الساعه 3. مباراه النادي الاهلي كان على استاد الساعة 6 على استاد الاهلي والسلام، فالنادي الاهلي طلب انه يفض الاشتباك، يعني طلب من ان انا العب على استاد القاهره وجاب موافقاتي وكل شيء يعني، فالكاف وافق. وهنا بعض المتخلفين يقول لك النادي الاهلي وافق على طلب النادي النادي الاتحاد الافريقي بيجامل النادي الاهلي. جامل ايه يا متخلف؟ ده انا مقدم الطلب من كام يوم والنهارده، وبيقول لك لازم تقدم الطلب قبلها ب 10 ايام، النهارده يوم 13، الطلب بقى لي يومين 10 ايام قبل مباراتي لسه مع صن داونز يوم 26، فتفهم الاول، افهم الاول. لو عدى 10 ايام ممكن الفرقه تقول ما حدش بلغ لي الكلام، لكن طالما في الفتره المسموحه من حقي، فين المجامله؟ فين المجامله يا اللي ما انتش فاهم اي حاجه يعني، والله ربنا يعافينا، ربنا يعافينا من قلالات الفهم يعني. بالنسبة لمدرب الهلال طبعا عاش الدور بعد التعادل، رغم انه الهيصة والدوشة اللي قبل المباراة يقول لك نادي الهلال هيعمل مباراة ولا الهوى ولا الهوى، لكن بيقول لك النادي الهلال ضيع فرصة سهلة للفوز، يعني لو كانوا خدوا المباراة بشوية مغامرة وشوية حماس كان يبقى الدنيا الوضع شكله، لكن المدير الفني قال لك ان احنا اقرب، النادي الاهلي ما راحش غير بفرصة واحدة هي كرة قفشة، لكن احنا هلعب على الفوز، لسه في مباراة تانية في القاهرة هلعب على الفوز. ابو جبل ما بين ولا ولا لا حبه فوق وحبه تحت شويه، يقول لك للنصر السعودي، وصحيفه الرياضيه اتكلمت عن انفوادات والراجل رايح السعوديه والنصر السعودي، وحتى اتكلمه فلوس قال لك عقده في الموسم 7 مليون ريال، يعني حوالي 35 مليون جنيه مصري في الموسم. وهنا ابو جبل يقول لك انا اعرف ولا شيء، ابو جبل بره الزمالك مش عارف في الزمالك او نادي الزمالك او هيلوي او بيبتزز عشان ياخد المبلغ اللي هو عايزه، لو هيكمل الزمالك بشروطه، مش هيكمل الزمالك هيمشي وبيماطل زي ما ماطل قبل كده الاخ ساسي يعني. بالنسبه للقطه المباراه برضو عايز اتكلم واشيد بالنادي الاهلي، وعايز اوضح حاجه للاخوه في السودان الشقيق جماهير الهلال تحديدا،
لاعب نادي الهلال لابونا على الارض اقرب واحد جري عليه اللي هو طبيب النادي الاهلي الدكتور احمد ابو عبله. هي دي الرياضه، هي دي الكوره، هي دي الروح. حتى لو احنا مش اشقاء فما بالك لو احنا اشقاء وما بيننا يعني اواصل كتير، حاجات كتير بتجمعنا. يعني لازم يكون في هدوء ويكون في احترام وفي ادب وفي تقدير. بقول لحضرتك شوف اللاعب بتاعك وقع، الدكتور احمد عبد خد ضرب سبرنت قبل الطبيب بتاع قبل الدكتور بتاع الهلال، نزل يطمن على لاعب نادي الهلال اللي وقع، وكان وقعه غريبه لكن هو كان طبيعي. ما نعرفش اللعيبه بقى بتخضنا بطريقه. نادي الزمالك بيحاول يغري مهند لاشين، ومهند لاشين بيماطل بسبب عيون من اجل عيون النادي الاهلي. مهند لاشين هيموت ونفسه يلعب في النادي الاهلي. نادي الزمالك عنده مشكله في خط الوسط بعد رحيل ساسي ودلع طارق حامد وامام عاشور، وبعد ما مشوا اللاعب محمود عبد العزيز ورؤى ممكن يمشي، فعايز لاعب يظبط خط الوسط مع طارق حامد، فبيفكر في مهند. طارق حامد كمان سنه كبر يعني، فعايز واحد، فبيفكر في مهند لاشين. عرض عليه بالفعل مهند لاشين 8 مليون جنيه في الموسم، الا ان مهند لاشين ماسك العصايه من النص، مش عاوز يرفض الزمالك وممكن الاهلي ما يجيلوش، فبيحاول يماطل يماطل على امل ان النادي الاهلي يتقدم بعرض للاعب. يعني قنوات بين سبورت النهارده استضافت احد المحللين الكابتن سمير صبري لاعب نادي انبي السابق، ولعب كام مباراه كده مع منتخب مصر. سمير صبري عايش في قطر اعتقد يعني، لكن انا معترض عليه من ناحيه ان هو ملوش علاقه بالنادي الاهلي، يعني اللي هو لاعب في النادي الاهلي يجيبوا ليه حل المباريات. طبعا ابو تريكه رافض انه يحل المباريات الدوري الانجليزي ده، بيرفض انه يتحكم يعني، صعب بيقول لك ما بعرفش حل المباريات للنادي الاهلي، وما بحب يحب يتفرج على مباريات النادي الاهلي يعني، زي مشجع درجه ثالثه زي حالاتنا يعني، فبعيد عن مباريات النادي الاهلي. فجابوا سمير صبري، انا ما عنديش مشكله انهم يجيبوا اي حد اهلاوي لعب، لكن سمير صبري ملوش علاقه بالنادي الاهلي يعني. لكن دي اعتراضي. لكن الاخ شقيق ابو حملات، شقيق ابو حملات طالع بيتكلم بيقول لك عليه ارهابي، قال لك اللي حل اللي مش عارف ايه. هو الراجل ده عليه حكم يا عم الحاج، الراجل اللي اعتقد سمير معلوش احكام، انت بقى قاعد انت واخوك تدو ده ارهابي، ده ابن 60 اصلك مش عارف ايه، ارهابي رابعه بيحلل مباراه النادي الاهلي والهلال السوداني. وعندما قال لك ايه، قال لك سمير ارهابي 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 ارهابي، ده انت واخوك اغبى البنانين. مفيش اوسخ من ارهابي الفكر، واحد يجي يقول لك خليك انت في التطبيل يا اخويا، ماسك طب الزلنطحي بتاعك على القناه طبل، واخوك يطلع يقول لك اللي لابسه بكيني بكيني ولاقيني ولا تغديني، وجدك اخبار جدتك ايه يا ولا، اخبار جدتك ايه يا ولا، كانت لابسه مش احنا واحد بيتكلم. ابراهيم عيسى كان بيتكلم بيقول ان اللي عاش ستينات والكلام ده جدته بتلبس بكيني، فانا طلعت بقول ممكن يكون ابراهيم عيسى يعني هو شايف ان الستات جدته بقى بتلبس بكيني، ما انت عشت وتتكلم عن حاله انت شفتها. فلقيت واحد بيقول عمال يبطلوا فتنه وغيبه ونميمه وخد في الاعراض، ايه الراجل هو اللي بيقول الماني يا عم الحاج. فهنا شقيق ابو حملات بيقول خليك في الكوره، بطلوا قله ادب شويه، مش هتنضفوا مش هتنضفوا ولا حاجه، عليه حكم المحكمه ادانت هذا الشخص. ربنا يكفينا شر البقر، والله البقر يا اخي ده حتى الدواب فيه عندها رحمه شويه، ما بتعملش ازمات، ما بتسلمش الناس تسليم اهالي كده يعني، ربنا يعافينا من نوعيه الغباء دي. كل التوفيق للنادي الاهلي، مباراه المقاصه ان شاء الله يوم الثلاث القادم، كل التوفيق للنادي الاهلي. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله.